ريكورد. معلش بدات التسجيل بكحه، انا اسف انا تعبان شويه بعتذر. عندي هنا simplify. I have got two brackets. I have two parentheses with variables and numbers. عندي اقواس وعايز اعمل تبسيط للاقواس دي. طيب اول قوس يا جماعه الخير، دايما انزل الارقام بالفاريبل زي ما هي زي ما هي. 2x to the power 3 minus 3x to the power 2 plus 6x plus 4 هحطها زي ما هي. بالنسبه للقوس الثاني اللي هو second parentheses، second parentheses I'm going to change signs. okay، فبدل 3x squared تبقى negative 3x squared، بدل minus 2x تبقى plus 2x، بدل plus 13 minus 13. واحد يقول لي يا دكتور انت بتشرح بسرعه. والله انا ما بشرح بسرعه ولا حاجه، هي المفروض السؤال معاك هي دي تكون حله. اوكي، فتحط القوس الاولاني زي ما هو وتحط القوس الثاني بتغيير الاشارات. ثم بنعمل خطوه مهمه جدا اللي انا بعمل حاجه نسميها adding like term. طب واحد يقول انت ليه بتتكلم انجليش؟ لازم نتكلم انجليش عشان تتعود على المصطلحات في المواد الثانيه بعد كده، فانت تعود اقرا انجليش افهم انجليش تعود. طب واحد يقول لي يا مستر يا دكتور مثلا انا ام نوت جود ان انجليش، انا مش كويس في الانجليش، نتعود مع بعض نتعلم، مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله. اوكي تمام، نبص هنا مع بعض. طب انا في حد تقريبا مش عارف يخش. طيب لحظه واحده بس ابعت له الرابط. ثانية واحدة أنا آسف بعتذر، هبعت بس الرابط للطلبة دول تاني. طيب ثانية، هو ممكن ما بيكونش بياخد أكتر من 20 طالب ولا إيه؟ لا أعتقد ياخد 50 كمان. ثانية واحدة، بسم الله أتأكد بس. معلش انا اسف، اعذروني بعتذر. معلش الصوت. طيب معلش. طيب انا هشوف موضوع الصوت ده ثانيه واحده. بسم الله الرحمن، اتاكد بس الصوت شغال ولا لا رجاء. انتظار. الو الو تمام اعتقد اتس اوكي يعني. اي ثينك سو. طبعا مثلا انا كده كده هسجل برضو المحاضره يعني مش مشكله. طيب دلوقتي عندي هنا يا جماعه البراكت الثاني I'm going to change the signs. طيب بعد كده بقعد اللايك تيرمز. يعني ايه لايك تيرمز؟ عندي تو. انا عارف طبعا ان في ناس شطار وعايزين يعرفوا الاجابه على طول، بس استحملوني لازم اشرح ببطء. 2x كيوب ملهاش لايك تيرم، بعد كده نيجاتيف 3x سكويرد، بعد كده عندي هنا نيجاتيف 3x سكويرد تاني، بعد كده عندي برتب انا بعمل ارينجمنت 6x بلس 2x وعندي 4 ماينس 13. دلوقتي بعمل ايه؟ بقول والله اللي انا عندي 2x كيوب ده اول اجابه، ثم عندي لايك تيرم هنا، ثم عندي لايك تيرم هنا، ثم عندي لايك تيرم هنا. دي ممكن اعملها بالكالكوليتر الظريف بتاعي ده، اروح مطلعه كده واحطه على جنب واقول ايه يا جماعه الخير؟ هروح قايل انا عندي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3، فاعمل نيجاتيف 3 ماينس 3 ايكوال يديني كام؟ نيجاتيف 6x سكويرد. فانا لما اجي اكتب I'm going to change the color it will be 2x to the power 3 minus 6x to the power 2. ليه؟ لان ماينس 3 وماينس 3 يبقى ماينس 6، و6x plus 2x تديني plus 8x. وهعمل على الكالكوليتر تاني، هروح الكالكوليتر الظريف بتاعي ده، هروح عامل ايه يا جماعة الخير؟ 4 minus 1 3. then I'm going to click on equal. then I will have got هنا كام؟ negative 9. يبقى ايه الإجابة عندي اللي أنا هختارها؟ 2x power 3 minus 6x squared plus 8x minus 9 تبقى الإجابة الأولانية. أوكي؟ الإجابة الأولانية. شوية السؤال ده بياخد وقت، مش كل الأسئلة بتاخد وقت، ما تقلقوش يعني. هو السؤال الأول سبحان الله جه في الامتحان ده كده، سؤالي أنا آسف الكلمة منيل شوية. خلاص؟ يبقى هنا الإجابة عندي
يا جماعة الخير هي الإجابة الأولانية، كله يكتب معايا في الدفتر المسائل، أنا كده كده الشيتس حاططها أونلاين، بس الشرح ده مهم جدا، إن شاء الله بإذن الله نرفعه على موقع اليوتيوب بتاعي وهبعت لكم اللينك. أوكي، طب أنا هستأذنكم أخش على السؤال اللي بعد كده، أرجوكم كله ركز معايا. بسم الله، خش على اللي بعده. اللي بعده جالي سؤال ظريف جدا جدا جدا، بيقول إيه؟ أستأذنكم طبعا الصور شوية غريبة لأن كان إيه؟ اللي بيصور كان مستعجل شوية، مستعجل حبتين. معلش، عندي 2x plus 8 greater than 14، دي بنسميها إيه يا جماعة الخير؟ بنسميها solving inequality، بسولف inequality. طيب لما أجي أسولف inequality مش محتاج قوي اللي أنا أعملها بالكالكليتر يعني الصراحة، بس اللي حابب يتعلمها بالكالكليتر أقول له من عيوني الاثنين. نعملها إزاي؟ كله يركز معايا، كله يركز معايا. هروح أعمل إيه؟ مكتوب هنا 2x plus 8 greater than 14، هروح مختار 2 على الكالكوليتر، كله يركز معايا. بعد كده عايز اكتب كلمه اكس، هدوس على زرار ظريف اسمه الفا اهو انا مشاور عليه، ثم زرار ظريف تاني براكت اولاني ادوس عليه، هيطلع لي على السكرين 2x، ثم اكتب بلس 8 اوكي، ثم ادوس على الفا ثم كالك، ثم ادوس على 1 و4، ثم ادوس على شيفت كالك ايكوال. انا متاكد 500,000%، محدش فاهم اي حاجه، فانا هخلي الكالكوليتر على جنب واعيد من الاول. نصغر الكالكوليتر ده، اقول له يا عم الحاج كده اركن على جنب الله يكرمك، خليك في كوزك لما نعوزك. بص بقى، نكتب الاول، نكتب 2 على الكالكوليتر، ثم ادوس على زرار اسمه الفا، ثم ادوس على زرار اسمه براكت اوكي، ثم ادوس على زرار بلس، ثم ادوس على الفا، بعد كده كالك، بعد كده اكتب 8، بعد كده في الاخر اروح دايس على زرار الشيفت كالك واروح دايس ايكوال، هيطلع لي سكرين ظريفه جدا. طب واحد يقول لي يا دكتور طب انت ليه بتحل بالطريقه دي؟ معلش خدوني على قد عقلي، يبان السؤال ده تافه مش محتاج الطريقه دي، بس افرض واحد عايز يخلص بالكالكوليتر ويتعود، عشان كده انا عامل المراجعه قبل الميد ترم بست ايام عشان اللي عايز يتعود يتعود. طب واحد يقول لي انا الكالكوليتر اللي عندي مش زي ده، اقول له والله يبقى تنسى الطريقه دي، انا عشان اجيب بقى من الاخر وايه يعني ما نوجعش قلب بعضنا، اللي عنده الكالكوليتر ده خير وبركه، اللي ما عندوش الكالكوليتر ده يعمل ايه؟ هيحل مانيوال. فانا دلوقتي هشرح طريقه الكالكوليتر وبعد كده اشرح طريقه الايه؟ المانيوال. فلما اروح عامل تاني هشرح، هعمل 2 خلاص، بعد كده ادوس الفا كالك. انا عارف واحد يقول لي طب ليه نعمل كل الخطوات دي، ما احنا ممكن نعملها بدماغنا، اقول له من عينيا هنعملها دلوقتي، اديني فرصه. يبقى 2 اسف الفا براكت بلس 8، بعد كده الفا كالك 14 شيفت كالك ايكوال، تطلع الاجابه يا جماعه الخير 3، اقول له متشكرين ربنا يكرمكم. انا عارف طبعا في ناس عماله تكتب لي اسئله كتير جدا، انا بس هركز شويه في الشرح، وانا ممكن اخلي اخر ربع ساعه للاجابه مثلا على الاسئله او كده يعني، عشان بس اركز في الشرح، معلش اعذروني يعني، عشان الاسئله مهمه جدا جدا جدا، ودي الاسئله بتيجي في امتحانات اوكي. ما عندناش رسم في الميد تيرم خالص عشان كله يرتاح نفسيا اوكي، او ده يعني درجه العاده على كده في كل امتحانات السنين اللي فاتت، الا طبعا لو ناويين السنه دي يعملوا حاجه منيله ب 60 نيله، بس ان شاء الله خير، انا متفائل، انا دايما شخصيه متفائله. طب هنكتب الايكويشن، عشان سامع واحد في اخر الكلاس يقول لي يا دكتور حسين حل لنا بالستبس، اقول له يا سلام انت جيت في جمل، انت جيت في جمل، يا نهار ابيض اعملها لك بالستبس. يبقى 2x اودي ال8 الناحيه الثانيه، يبقى انقلها من مكاني. في واحد قاعد في الكلاس معايا شكله مش عاجبني، شكله مضايقني، شكله مزعلني، وانا زعلان منه، اقول له يا عم الحاج اطلع بره الفصل، يقول لي متشكرين يا استاذ، اروح ايه العب في الموبايل احسن ولا اعمل حاجه مفيده، اقول له ولا يهمك. 2x تبقى جريتر ذان كام بالكالكوليتر، او واحد شطور بيحب يستخدم دماغه يقول لي سهله جدا 14 ماينس 8 تبقى كام، اللي بيحب يستخدم الاله اقول له اهلا وسهلا، اللي يحب يستخدم دماغه اقول له اهلا وسهلا. يبقى هنا نحط كام؟ نحط 6. ويا جماعه الخير ال2 دي معصباني، اعمل ديفايد 2 او ديفايد 2، او سامع واحد شطور يقول لي ما تعمل 6 ديفايد 2، اروح ماسك الاله 6 ديفايد 2 يعني 6 قسمه 2، تديني الاكس بكام؟ ب3، لان لما عملت على الكالكوليتر 6 ديفايد 2 تديني 3، يبقى دي الاجابه برضو بالطريقه المانيوال، يبقى دي الاجابه بالطريقه المانيوال اليدويه.
اللي حابب يحل مانيوال تمام، اللي حابب يحل اوتوماتيك تمام. اوكي خلاص، بيبقى دول الطريقتين هنكتب لكم هنا اهو، عشان انا عارف ناس بتحب ايه اكتب بالانجليزي قالوا لي دايما. Method number one and here method number two. طب يا دكتور، يا دكتور انت عملت شرح المسائل السهله، قسما بالله مش انا اللي حاطط المسائل، المسائل دي كلها مهمه جدا وموجوده في الميد تيرم. تمام انا هجاوب معلش على الاسئله، بس خليني مسائل مهمه عايز الحق اجري واخلصهم كلهم، وكده كده كله مسجل. طيب هرد بس مين كتب لي حاجه هنا. اه ان شاء الله مسجله باذن واحد احد، وانا عملت يعني ريكورد خلاص، لان انا عارف طبعا انا عندي في الجروب 280 واحد واللي حضر 27 واحد، احنا معانا دلوقتي 27 active student وabout 250 students are sleeping. Maybe sleeping, maybe busy, maybe they are in work. يعني ممكن مشغولين، ممكن هم في الشغل، ممكن بيستقبلوا، ممكن بيذاكروا، ممكن بيشتغلوا، فأنا فاهم. أوكي؟ الله، أنا واضح معايا حد شاطر جدا جاوب على السؤال، يعني سبقنا، فهقول له طبعا، مين اللي جاوب على السؤال لحظة؟ حمامة، الله ينور، ينور عليك يا حمامة. انت انسان ممتاز. بس يا حمامه احنا معانا ايه ناس طيبين في الباست، هنشرح لهم بالراحه. طبعا حمامه اكسلنت، احسن، ممتاز 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 ممتاز، محدش ليه دعوه باللي انا قلته دلوقتي، ركزوا معايا انا هحل ازاي. السؤال ده بيقول لي ايه؟ Irrational number are number that can not be written on x over y. عندي هنا لازم اخد بالي اللي انا لما يقولي irrational numbers، انا هستأذنكم في حاجه، يعني ايه rational number و irrational number؟ حالا اشرح. بصوا بقى معايا، irrational numbers لحظه هي دايما ايه؟ بتبقى حاجه زي الباي، زي مثلا سكوير روت مثلا 5 مثلا. خلاص طب ايه الراشنال نمبر؟ هي ليها نوعين، ممكن مثلا تبقى 3.5 3. مثلا 4.2، وممكن تتكتب كفراكشن ميثودز كسر مثلا 2 على 3. يجوا في الماثيماتكس يقول لك ايه؟ طب ما اي حاجه هنا الراشنال نمبرز، الirrational numbers دي are number cannot be written، ارقام انا ما اقدرش اكتبها x على y، بحيث x و y integer و y not equal zero. يعني الirrational انا ما اقدرش اكتبها x على y، الكلام ده صح، لان اللي اقدر اكتبه x على y هو الراشنال، اللي اقدر اكتبه x على y هو ده الirrational، والx والy يكونوا integers. اوكي بس لازم الواي دي يقول لك تبقى not equal to zero. انا سيبك من الخربطه اللي انا عماله خربطه دي، يعني مش مهمه قوي، هو اهم حاجه تعرفها. اللي انا عندي حاجه مهمه هنا، غير الكلر الاحمر، لما يقول لي irrational يبقى I cannot written to x over y، cannot be written، ما اقدرش اكتبها x على y، لان ما بتتكتبش x على y، يبقى الاجابه دي ايه؟ true يا جماعه. اوكي معايا؟ اما لو كان الاجابه هنا rational اقدر اكتبها ايه؟ x على y، عشان نبقى فاهمين السؤال. اوكي طيب خش على حاجه ثانيه يا جماعه الخير اللي بعده. بيقول لك polynomial a number in front of a variable called base. لازم نشرح الموضوع ده، يعني ايه polynomial؟ يعني متعدده الحدود، بس انا مش عايز اترجم عربي، يعني polynomial يعني مثلا 3x power 3 minus 5x plus 9 ده polynomial. لو مثلا عندي 4x minus 9 polynomial. طيب في بقى رول انا عايز اقوله، في حاجه اسمها constant وفي حاجه اسمها variable. في واحد شطور تقريبا، ايوه base for variable. طب انا ما فهمتش يا حمامه 05، تقصد الاجابه base يعني correct true ولا false؟ انا هسيبك تجاوب اهو. متغير يا سلام، الله ينور عليكي، ايفون الله ينور عليك، احسن مظبوط ممتاز. طيب نبص كده مع بعض، انا عندي الكونستنت لازم يكون نمبرز، والفاريبل لازم يكون ايه؟ letters.
لازم يكون ايه لاترز. واحد يقول لي يا دكتور ما تجاوب السؤال وخلاص، انت واجع قلبنا ليه وعمال ترغي كتير ليه؟ معلش يا جماعه انا لازم اجاوب السؤال افهمه لكم، عشان لو اتغيرت الصيغه انا اقدر اجاوب الاسئله الثانيه. انا مش بحل امتحان وخلاص، انا عايز اعلمك، انا عايز افهمك، عايزك تعتمد على نفسك، عايزك انت تفهم بنفسك. خلاص طيب، يبقى في كونستنت دي بتكون نمبرز، وعندي فاريبلز تكون لاترز. اوكي طيب، هبص مين سالني. عبد الملك. اوكي هي مش ترو يا عبد الملك. اوكي انا فاهمك دلوقتي. طب انا هاخد اكزامبل كده، لما اقول 3 وحطيت اكس هنا، ده اسمه ايه؟ 3 ده نمبر ان فرونت فاريبل، ادي كونستنت وادي فاريبل. طيب الحاله الثانيه لما يكون عندي مثلا 3 باور اكس، طب انا عندي هنا كونستنت، انا هفهمكم الحالتين، وعندي فاريبل. انا عارف اللي في ناس شاطره بتجاوب، خطا عزيزه، خطا ما شاء الله يا عزيزه، برافو. هنا ال3 دي بنسميها coefficient، والاكس ده هنسميه فاريبل. انا بفهمكم الاسئله كلها. هنا ال3 عشان في اكسبوننت او اس يبقى اسمه بيز، والاكس ده اسمه ايه؟ اكسبوننت. انا كده حليت لكم السؤال ممكن يجي ازاي. هو بيقول لك في البولينوميال يعني في 3x هل هو بيز؟ لا طبعا الاجابه مش بيز، تصليع، يبقى هي فولس. يبقى تصليح لو انا عايز اصلح كوركشن لو انا عايز اعمل كوركشن للاجابه، اسف، لو انا عايز اعمل كوركشن يبقى مش هسميها بيز، هسميها ايه؟ كوفيشنت. اوكي فهمتوا يا جماعه الخير؟ يبقى عشان الاجابه دي تبقى صح، بيز هي خطا. بيز لو كان عندي اكسبوننت، اكسبوننت، اما انا عندي هنا بولينوميال يبقى كوفيشنت، كوفيشنت، يبقى الاجابه دي فولس، الاجابه دي فولس. اوكي يا جماعه الخير تمام. الله ينور. I mean the base for exponent. Very good حمامة. Very good. Very good. ممتاز. ممتاز. احنا معانا ناس اقوية جدا في هذا الكلاس وانا فخور بيكم. انا دايما احب الطالب النبيه. يعني دايما الدكتور كده يحب الطالب اللي هو بيفهم. طبعا كل الطلبة اولادي يعني مش مشكلة يعني. واحب برضو الطالب الطيب يعني عادي ما عنديش مشكلة. طيب نبص بقى بعد كده على سؤال مهم 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 مهم. يسميه ايه؟ Translation. وده كان في اول ويك، translation of mathematical expression. انا عندي translation of mathematical expression of inequality. طب انا هحل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه يا جماعه الخير يقول لي difference، الفرق بين y و x greater than quotient of x and 3. دي معناها ايه؟ لما يقول لي كلمه difference يا جماعه يعني الفرق، يبقى هقول y y minus x. سامع واحد ظريف في آخر الكلاس بيقول لي الإجابة. عندي هنا لازم آخد بالي اللي أنا الديفرنس أترجمه ل y minus x. لما يقول لي كلمة greater هنا برضو أنا مش بجاوب السؤال وخلاص، أنا عايز أعلمكم. يبقى greater، لحظة واحدة يا جماعة الخير، greater تبقى ده الرمز بتاعها اكبر من، و less than او نخليها smaller than يبقى كده. اوكي طب قال لي greater than يبقى احط العلامه دي. اوكي يا جماعه يبقى y minus x اكبر. لما يقول لي كلمه quotient يعني divide، يعني ايه يا مستر حسين او دكتور حسين ال divide؟ اقول لكم من عينيا، quotient يعني حاجه مقسومه على حاجه، في x وفي 3. انا عارف ان في شطار جاوب، احط الاكس لانها متقاله اول واحده فوق و3 تاني واحده احطها تحت، يبقى فين الاجابه يا اشطر طلاب في الدنيا يا اجمل ناس عرفتهم عيني؟ يبقى y minus x greater than x over 3، يبقى هو ده الانسر. مجرد انا بعمل translation لكلمه difference و greater و quotient يعني divide. اوكي يا جماعه الخير تمام. نبص هنا بعد كده، عندي هنا لازم اقول حاجه تانيه مهمه، بس انا هبص مين الانسان الجميل اللي كتب لي على الشات. فاطمه، الله اكبر، الله اكبر. عبد الملك، كده احنا واضح معانا اتنين اقوياء جدا، هسميهم الفا ام بيتا، عبد الملك وفاطمه. الفا ام بيتا، فيري جود. الفا بيتا يعني الاول والتاني على الفصل، ما شاء الله. طيب وجماعه الخير احنا كده معانا 27
شخص جميل احسهم اتمنى يكونوا فاهمين، اتمنى نكون فاهمين، لان لو سمحتم هذه الاسئله انا متوقعها هتيجي باختلاف الارقام. اللي انا بقوله ده مش تضييع وقت، اللي انا بقوله ده كلام مهم جدا جدا جدا. انا حتى هتلاحظوا انا بشرح ببطء شديد، انا مش مهتم اللي خلص ال 20 سؤال، انا مهتم السؤال اللي اشرحه يكون مفهوم ومهضوم وتمام التمام. تمام، اوكي، نخش على اللي بعده. الله ينور عليك يا محمد، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك انت وكل زمايلك، والله اني احبكم في الله. نخش على السؤال اللي بعده، ده سؤال مهم جدا. بيقول لك ايه، انا اسف انا مريض شويه من امبارح بس يعني هشرب ينسون وهظبط الدنيا ما تقلقوش. نبص هنا، في مصطفى ريز هاند. طيب اسال يا مصطفى حبيبي، لحظه، طب ما تكتب لي على الشات يا مصطفى. الله اكبر عليك، روح تسلم يا تسلم يا حمام يا حبيبي، الله يرضى عليك يا رب. معلش بس انا ايه يعني مرهق شويه، بس ان شاء الله انا تمام التمام والانرجي على العال. يلا كله يركز معايا، ابوس ايديكم. polynomial that can be factored is considered prime. دي اجابه متخلفه، خطا. طيب ايه السؤال ممكن يجي ازاي يا دكتور؟ يعني طبعا دي الاجابه دي خطا، اقول لكم ليه. بصوا معايا، بصوا يا جماعه الخير يا اجمل طلبه، لو قال لي poly لحظه poly nominal that can not، وساعات يلعب باللفظ بدل كلمه can not يقول حاجه ايه، طبعا واحد هيتريق عليه يقول لي ما معروفه، يحط can't. خلاص be factored، لو كان قال لي can not be factored يبقى الاجابه prime، يبقى الاجابه ايه، تبقى true. يعني لو قال لي كلمه can not تبقى الاجابه ايه، true، لانها prime. لو قال لي can يعني ينفع، الاجابه خطا. خدوا بالكم الاسئله، هما بيلعبوا بالاسئله، اوكي؟ تمام. هو صح العدد الاولي صح ما يتحلل، مظبوط مظبوط والله، يعني انا واضح معايا حد يعني تقريبا ممكن يشتغل معايا مساعد دكتور. ممتاز يا حمام، ممتاز ممتاز، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. نبص هنا مع بعض على 7، سؤال مهم جدا وسهل جدا. يقول لي سلوب لاين كونتيننج بوينتس، دكتور ترجم لنا السؤال بالعربي اذا امكن. من يا سلام، من عيوني، رغم ان انا ما بحبش اترجم عربي، مش عشان عايز اوريكم انا راجل بتكلم انجليزي، لان السؤال مش هيجي بالعربي، السؤال هيجي بالانجليزي، بس هترجمه لك عشان خاطر عيونك. polynomial يعني متعدده الحدود، شوف الترجمه كوميديه ملاش اي علاقه بالمات. طب that can be factored التي يمكن تحليلها، هي برايم لا يمكن تحليل، يعني كلمه برايم بالعربي اولي. طب يعني ايه اولي؟ يعني معلش انا استاذنك، يعني ايه معنى كلمه اولي؟ فانا رايي اتعلمها بالانجلش احسن، لان العربي على عيني وعلى راسي لغه القران واحلى لغه، ولكن الناس اللي عملت العلم الحديث حاليا في اخر 200 سنه حطوا كل المصطلحات بالانجليزي، واللغه الانجليزيه هي لغه انا اسف في الكلمه عقيمه، يعني تلاقي الكلمه تتحط في كذا جمله بكذا معنى. فللاسف حاول افهم الاسئله، الحقير الزوم بيقول لي 10 دقايق وهيقفل في وشي، فمعلش بعد 10 دقايق هخش تاني بعد اذنكم، يعني بجد حقاره، يعني انا مش قاعد بلعب. طب لحظه جاوب الاسئله. اؤمر يا صوفيا اتفضلي، يا نهار اسود اسالي. اولي يعني برايم، محور الصادات هو على السينات، هو انا لسه ما جبتش سيرت محور الصادات والسينات، بس انا هشرح. الصادات هو الوايز والاكس هو الاكس. السؤال الذي قبله، يا سلام ارجع عشان خاطرك يا صوفيا، نهار اسود وانا عندي كام صوفيا. يلا ادي رجعت للسؤال يا صوفيا، معلش يا جماعه عشان صوفيا دي هي اللي عامله الجروب وهي اللي مشجعانا، فهي تعتبر لازم اجاوب على اي حاجه. الاف السؤال اللي بعده، انا كده اتلخبطت الصراحه، معلش. ان احنا صح قلنا اذا في واي واكس، مظبوط مظبوط صح، لما يبقى في ديفرنس يبقى واي ماينس اكس، لان الواي محطوطه قبل الاكس. لحظه اشوف برضو السؤال الثاني، نبدا من النهايه. فهمتك فهمتك مظبوط، بس هقول لك حاجه في كلمه الديفرنس يا صوفيا، بصي احط الواي الاول ثم الاكس بعد كده، يعني همشي بالترتيب واي ماينس اكس ثم جريتر ذان، احط علامه الجريتر ذان ثم الكوشن، بحط الاكس وبعد كده الثري. بس طبعا الراجل اللي بيصور كان قاعد مرعوب بيصور من تحت لتحت، فايه فيعني صورها لي كده اكس على ايه 3، اوكي، فهي تبقى اكس فوق و3 تحت، اوكي. اللي بعده هخش على السلوب بعد اذن حضراتكم، بس انا اشوف مين الجميل الانسان الرائع اللي بيكتب لي. الله الله يسعدك ويسعد قلبك يا رب. مش بس في حد ايه فوق هذا، وانا طبعا انا ما بفهمش اصلا انجليزي،
بيتكتب بالعربي بس قشطة يعني شغال. لحظة لحظة، الايه السؤال فين؟ مثل لسه هزي ديفرنت، اي يعني ماشي استثناء صح مظبوط تمام. لا اقسم بالله انا عندي شوية يعني ملاحظات ممتازة من طلبة ممتازة. اوكي يلا بس عشان نلحق انا خايف الزوم يقفل على ايدي وايدي دي تتعور، فخليكم معايا. بصوا معايا هنا لما يقول لي كلمة سلوب، ايه الرول يا شطار يا ممتازين يا اجمل طلبة بالدنيا؟ رول اوف سلوب. انا عارف الواحد يسألني ايه ده، هو الامتحان ماله تافه كده، هو الميد تيرم مش صعب ما تقلقوش يعني خلاص. واي 2، وعارف ناس هتسألني على الرسم، الرسم انا اشرحه في الويك، انا عامل الويك هوريه لكم. واي 2 ماينس واي 1، وهنا اكس 2، وهطمنكم ده ما تقلقوش محدش شيء لا خالص. اكس 1 اعمل اكس 2 ماشي. مين بيسألني؟ مين الانسان الجميل؟ يا سلام عليك فاطمه. فاطمه احلى واحده في الفصل خمسه، تصدق انا لسه ما حسبتهاش اصلا. ومحمد مش لحظه احسبها خمسه ماشي، بس انا هحسبها لكم بالراحه. خمسه ماينس تسعه على اثنين ماينس ثلاثه، الله اكبر عليكم ممتازين. فاطمه وعبد الملك ومحمد دول واحد اثنين ثلاثه اشطر ثلاثه في الفصل، كلكم ان شاء الله تبقوا كويسين. طب اللهم صل على محمد، نحسب بس. يبقى هنا ايكوال، يلا كل واحد يركز معايا ويفهم فين الاكس واي والاكس 2، هفهمكم تاني محدش يقلق يقلق خالص. هعلمكم حاجه ظريفه، انا عندي 2 براكت يا جماعه 3 كاما 9، وعندي 2 كاما 5 يا جماعه الخير. يبقى ال 3 دي اكس 1 وال 9 واي 1 وال 2 اكس 2 وال 5 هي واي 2. انا اسف. يبقى 5 ماينس 9 على 2 ماينس 3 بعوض. همسك الكالكليتور العجيب كالكليتور العباقره واروح عامل الطريقه دي وكله يركز معايا. هدوس على زرار الفراكشن اللي هو موجود على الشمال تحت كلمه كلب، واللي هيقول لي معهوش الكالكليتور هقول له ربنا يوفقك الهي ودور على الكالكليتور، ما لقيتش الكالكليتور يبقى عليك وعلى الحل المانيوال وربنا معاك. هندوس على الفراكشن ثم اروح كاتب 5 ماينس 9، هنزل بحاجه كده اسمها الكيرسر الزرار ده، انزل لتحت واكتب 2 ماينس 3 ودوس ايكوال يقول لك 4، يبقى الاجابه 4 الاجابه 4 الاجابه 4. شوف انا عمال اعيد وازيد ايه وبتخانق ونفسي اتقطع وعمال اكح لان الحاجات دي مهمه جدا جدا. اوكي ثانية واحدة. حاضر حاضر. مش ثانية واحدة بس، ابني بيكتب لي حاجة ثانية واحدة. ثانية واحدة. اوكي يلا بينا. عندي هنا نبص مع بعض على السؤال التاني، لو في هنا سؤال بس هقرا بس مين كتب لي حاجة. بعد هذا السؤال خلينا نطلع بالكرامه بدل ما يقفل في وشنا والله. لا حول ولا قوه. حاضر انا لسه قدامي 4 دقايق. حاضر مش هيقفل في وشنا، هنطلع بكرامتنا بس ادوني دقيقتين اشرح سؤال كمان بحيث اكون خلصت ايه 10 اسئله بعد اذنكم. اوكي انا اسف لا انا بضحك كده بعتذر معلش. طيب نخش على السؤال اللي بعده معلش، بس ابني كتب لي سالني على حاجه فرديت عليه بعد اذن بعتذر. طيب نبص هنا مع بعض. Line x equal a where a is constant و x intercept is a comma 0. هفهمكم يعني ايه line equal a. لو انا جيت رسمت y axis هو x axis اللي هو الانسان الظريف الجميل اللي قال لي ده اسمه محور الصادات، بس انا يعني مش قصدي حاجه، اللغه العربيه اجمل لغه وبعشقها عشق، ولكن رجاء احنا دلوقتي بندرس تقريبا 95% من المواد بالانجليزي، اتعود على الانجليزي خلاص
يعني ما تحاولش تترجم، احنا مش في حصه ترجمه، احنا في حصه ماثيماتكس، فحاول افهم المصطلحات زي ما هي. لاين اكس ايكوال اي، هغير الكالر الظريف، انا بحب اللون الاخضر، تمام، بيفكرني بالايه، بالمزارع جنب النيل. طيب نبص هنا، انا عندي دلوقتي اكس ايكوال اي، معنى اكس ايكوال اي ايه ده؟ انا مش عايز اللون الاحمر، لا حول ولا قوه الا بالله، عايز الاخضر، الاخضر قبل ما يقفل في وش الزوم، الاخضر اهو، تمام، اخضر اهو. هنا ادي اللاين اكس ايكوال اي، يبقى معنى اكس ايكوال اي هي، ما دي التريكه اللي انا هقولها، ده بقى دور الدكاتره، ده لازم يكون فيرتيكال لاين، لازم يكون ايه، فيرتيكال لاين، يعني خط فيرتيكال كده، خلاص، راسي. هشوف مين الجميل اللي كتب لي، ممتاز 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 كده، بقى معانا حد قوي تاني ما شاء الله باللسان. يبقى الاكس ايه، فيرتيكال، بنقول حاجه اسمها اكس انترسبت. يعني ايه اكس انترسبت؟ يعني البوينت دي ايه الكوردينيت بتاعها؟ انا بقى هغششك، معنى يسالك على الاكس انترسبت، اكس ايكوال اي، كل اللي بتعمله بتاخد الاي دي اللي ممكن تكون نمبر والاي كاما زيرو. هفهمها لكم جت ازاي في الكويز اللي كان عمل كويز قاعده امبارح، كان جاب لك ان اكس ايكوال 3 وقال لك اللاين ايه الاكس انترسبت او يترسم ازاي. معنى الاكس انترسبت باخد ال 3 واقول 3 كاما زيرو، هو عشان يعني بيلخبطوا الاولاد والطلبه. معنى هنا اكس ايكوال اي يبقى اي كاما زيرو، والزيرو جايبها لك مستفزه، جايبها لك حاجه زي اوفن وحاطط لك فيها نقطه، ما تتلخبطش عشان يجيب لنا نقطه يعني بعد الشهر، يعني خد بالك دي معناها زيرو، ما تتلخبطش، اوكي، يعني دي معناها زيرو، اوكي، دي مهمه جدا فما تتلخبطش، اوكي. يبقى الاجابه هنا لازم تكون ترو، لان انا رسمت، مش لازم ترسم على فكره، انا بفهمك وبعلمك، اوكي. بس لو في سؤال تاني مظبوط، ممتاز ممتاز ممتاز، احسنت يا حمام، يا حمامه الخير، ممتاز ممتاز ممتاز. يبقى انا عندي فيرتيكال لاين، يبقى الاكس انترسبت او التقاطع مع الاكس اكسس عند ايه كاما زيرو، اوكي. اوكي انا دلوقتي انا هستاذنكم، هقفل الزوم واخليه يكمل يعني بيحاول كونفرت الفيديو ل ام بي جي 4 عشان ارفعها على الموقع اليوتيوب ان شاء الله، لان انا قاعد طالع روحي مش عارف هجمع ازاي، يعني اصلا هوريكم انا مجمع فيديوهات بالعبيط كل الويكات، يعني انا حتى ويك ايه مثلا 15 انا مخلصه اهو، ويك 5 قصدي، وعامل ويك 6، بس المشكله عندي يعني الحجم كبير، يعني اهو انا مخلصه اهو كل حاجه شارحها بالتفصيل، يعني عشان اطمنكم انا مش بقول اي كلام، بس انا بحاول ارفعه مع الموقع دلوقتي، ربنا يسهل اعملها بالليل ان شاء الله. طب انا هقفل دلوقتي وهخش تاني، اوكي يا جماعه الخير، لحظه واحده نعمل ايه، نقول له اند ونخش تاني، كله يخش تاني. طب هعيدها من الاول، تمام، هديكم الرابط بتاع القناه بتاع اليوتيوب، هو انا عملتها بالاكونت وكل حاجه اللي هي قناه اليوتيوب، بس بحاول لسه يعني معلش انا في التكنولوجيا على قد حالي شويه، السن بقى يعني اعذروني، انا في عمر باباكم يعني، فيعني ايه يعني انا بطيء شويه في التكنولوجيا، خلاص. فانا ان شاء الله بحمل الفيديوهات واحده واحده كده على مهلي على قناه اليوتيوب ان شاء الله، وبعد كده هعمل فيديوهات وهتشوفوني، يعني مش عارف بقى يعني، يعني ربنا يعينكم عليا ويعيني عليكم. طيب بصوا معايا يا جماعه الخير، نعيد تاني، لما لما يقول لي بوينت نيجاتيف 1 و2، اعتذر على ايه الكحه اللي بتظهر التسجيل، سامحوني، اوكي. بوينت نيجاتيف 1 و2 يا جماعه، البوينت نيجاتيف 1 و2 معناها x equal negative 1 y equal 2. So I'm going to type using calculator. هستخدم الكالكوليتر بتاعي واحط 3، هاوبن اول براكت، كله يركز معايا، واكتب 2 ثم اوبن براكت ثاني، واروح كاتب ايه يا جماعه الخير؟ نيجاتيف 1، بشيل الاكس واحط نيجاتيف 1، ولسه في نيجاتيف 1 ثانيه، احط نيجاتيف 1 ثانيه واقول له متشكرين يا عم الحاج، اقفل البراكت، حط البراكت، بعد كده ادوس بلس، بعد كده ادوس 2، بعد كده اعمل ملتبلاي 2، لان 2y هنا معناها ملتبلاي، ثم اقفل البراكت، خلاص كده تمام، ثم اعمل ماينس 2، ثم هنا الاكس معناها ملتبلاي، يبقى ملتبلاي نيجاتيف 1 واقول له ايكوال، اوكي. شايف سؤال جميل ظهر، نعوض عن، يا سلام يا سلام على ايفون، انت يا ايفون روح ربنا يبارك لك، يلا احسبها معاكم بالكالكوليتر بتاعي اللي انا ايه سرقه من ابني، هو مفيش حد طبعا بيسرق من ابنه حاجه بس عادي يعني، نيجاتيف 1 ماينس 1 خلاص بلس 2، قلت له اوعى إيه تروح المدرسه بيه عشان انا عايز احل بيه، براكت ماينس 2
تايم نيجاتيف 1 بحسبها طلعت الاجابه 2، اقول له الله يكرمك يا رب على هذه الاجابه، الاجابه 2، ونتاكد ان احنا بنسجل الحصه. يا سلام بنسجل الحصه، الحمد لله النقطه الحمراء موجوده. اوكي طيب، اعتقد السؤال مش صعب، بعوض بالاكس والواي، بس يكون حريص في استخدام البراكت حتى لا يظهر لك على الكالكوليتر ايرور. حلوه، حتى لا يظهر لك، دي بوريكم ان انا اجيد اللغه العربيه يعني. اوكي تمام، نخش على سؤال تاني لان لسه الميد ترم وقعته بيضه، يعني لسه عندنا حاجات كتير والوقت بيجري، فيجب ان نقتل الوقت قبل بعد الشر يقتلنا. هنخش على السؤال القاتل اسمه فاكتور، هو حقير، المفروض كان يقول لك فاكتور باي جروبينج، يعني لازم يقولها كده، بس مش مشكله احنا فاهمين شطار نجمع ونقطع. مظبوط مظبوط اتش واي، انت ممتاز صح. نخش بعد كده على السؤال ده وكله يركز معايا عشان اعلمكم ازاي تحلوه. و8 زد باور 3 بلس 64 زد باور 2 ماينس زد ماينس 8. نحل السؤال ده ازاي يا جماعه؟ عشان ابدا احل السؤال ده احط اول 2 تيرم في براكت محدد وتاني 2 تيرم في براكت تاني. تمام، طبعا انا شايف فيه على اليوتيوب في دكاتره محترمين وكل حاجه وبيشرحوا بطرق كويسه، بس انا هستاذنكم يعني الطرق بتاعت ان شاء الله هتحسوها ابسط شويه. اوكي طب انا عملت ايه؟ كل اللي عملته عملت قوس لاول 2 تيرم وقوس لتاني 2 تيرمز، يعني لميت المجموعه الاولى في ايه؟ في 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 قوس والمجموعه الثانيه في قوس. تمام طيب نبص هنا يا فندم، انا لما حطيت ال 8z كيوب بلس 64z سكويرد بلس ماينس z ماينس 8، لحظه مين كتب لي؟ ولازم يكتب له فهمنا ان الفاكتور على حسب عدد الحدود. ممتاز ممتاز يا حمامه، برافو برافو، انا شايف يا حمامه انت تشرح بقى وانا اقعد اتفرج، انت ممتاز ما شاء الله، انت على فكره مش محتاج حصه، يعني انا اللي محتاج اخد حصه عندك. طيب نبص هنا مع بعض، عندي هنا اعمل ايه؟ في الحالة دي أنا هعمل طريقة شوية تبان stupid، بس معلش أنا ألتزم بيه. عندي الـ 8z power 3 دي معناها 8 times z times z times z، الضد دي معناها time، والـ 64 معناها 8 times 8 times z times z، وهنا دي في minus وminus مضايقني. طب أنا عشان أبسط حاجة زي كده باخد common factor، فلقيت أنا ماخد ممكن أخد 8 وz وz و8 وz وz، أقول لكم يا سلام يا سلام، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، يلا نعملها لو احنا صغيرين. يبقى هاخد 8z باور 2 بره وافتح القوس، يتبقى لي هنا بعد ما خدت كومن فاكتور وعامل مشترك ايه؟ z، ويتبقى لي من الترم الثاني ده ايه؟ 8، واقفله في براكت. ما بحبش يكون فيه ماينس بره، ما بحبش يكون فيه ايه؟ ماينس جوه البراكت سوري، فاخد ماينس 1 وافتح براكت واكرر نفس البراكت الاولاني z بلس 8. يعني معنى الكلام انا لما عملت فاكتورايزيشن خدت ال 8z سكويرد وال 8z سكويرد كتبتهم بره القوس وفتحت قوس حطيت ال z اللي ناقصه وال 8 اللي ناقصه، وهنا ماينس وماينس خدت الماينس 1 بره وال z بلس 8 بقى ايه بره. هلاقي حاجه تانية ان القوس ده متكرر معايا ريبيتد، هعمل ايه؟ هروح قايل 8z سكويرد بس احطها في قوس واقول له انا عايز الم الايه اللي انكسر، يعني اللي انكسر عايزين نلمه ونصلحه، ف8 زد سكويرد ماينس 1 احطها في براكت والبراكت الثاني يبقى زد بلس 8. يبقى انا عملت عمليه تبسيط باي فاكتورنج باي جروبينج، فين الاجابه؟ هو طبعا عشان يعني امتحانات حقيره الاجابات كلها متشابهه، فلازم اركز جدا جدا جدا. هعيد ثاني عشان سامع واحد هيكلمني مكالمه دوليه، طبعا معاد علي الشريف وفاطمة ومين تاني؟ مين شطور تاني معانا؟ فاطمة وعلي الشريف، دول يعني outstanding students، دول distinct يعني ما شاء الله في حتة تانية، يعني محمد وفاطمة في حتة تانية واحنا في حتة تالتة، بس مش مشكلة ان شاء الله الحتة بتاعتنا تبقى كويسة ان شاء الله. مظبوط مظبوط مظبوط. طيب عشان انا شايف اللي فيه طلبة بيكلموا نفسهم يقولوا لا حول ولا قوة الا بالله، احنا مش فاهمين حاجة من الدكتور ده، قاعد يتكلم ويقول طلاسم تفك ايه باب المغارة. لا انا مش بقول طلاسم ولا حاجه، انا هعيد تاني للطالب اللي تاه مني وسرح وشايف واحد بيلعب في الموبايل
واحد تاني عمال يشرب كوبايه شاي، انا شايفكم على فكره، كل ما حدش بيفتكر انا مش شايفكم، اوكي. فالناس اللي سرحت مني وقاعده تلعب في الموبايل وتروح جايه في النص، عيد يا دكتور، هقول لهم حاضر من عيوني عشان خاطر عيونكم، هعيد تاني السؤال ده لانه مهم، لانه مهم، مش عشان انا بضيع وقت، انا مش بضيع وقت، ومحدش يزعل مني حتى لو فاهم. انا معلش انا مطالب بقدر الامكان احاول اشرح للطلبه كلهم. هتاكد برضو تاني من الصوت، حاضر تمام. عندي هنا دلوقتي يبقى انا ايه، حطيت اول تو تيرم في براكت وتاني تو تيرم في براكت، وعملت نوع من الفاكتورايزيشن والتبسيط للترم الاولاني والترم الثاني، فطلع 8 زد زد زد. الدوت معناها ملتبلاي. سامع واحد في اخر الفصل يقول لي الدوت معناها ايه، اقول له يا حبيب القلب والعين والراس، معناها زد باور 3 كاوس، عشان في ناس بتحب العربي، يعني معناها زد زد زد. و64 معناها 8 في 8، وزد سكويرد زد في زد، ونيجاتيف زد ماينس 8. ما بحبش النيجاتيف، انا بحب الموجب، بحب الانسان الايجابي، ما بحبش الانسان السلبي. فحط النيجاتيف، طلعها بره الفصل، فطلعتها بره البراكت. بقى كده عندي، عايز الم الدنيا واصلح ايه، واصلح اللي وقع ايه، واشوف اللي وقع مني، ادور على اللي ضاع مني، اوكي ماشي. فيبقى عندي 8 زد سكويرد ماينس 1، المها في حته ونلم ايه، نلم الراجل على مراته كده ونصالحهم. ثم زد بلس 8، نحط الاولاد في اوضه واحده عشان ايه، قرفنا منهم خلاص. يبقى هنا الاجابه زد. نخش تاني على سؤال مهم مهم مهم، سؤال رقم 13. كله يركز معايا، معلش طبعا هو السؤال ده شويه يعني مش عارف، هو صور لي السؤال يعني كان نايم على جنبه ولا التليفون اللي بيه مقلوب ولا ايه، بس مش مشكله، كتر خيره نفعنا هو وكرمنا ومعانا السؤال اللي دايما يتكرر. يقول لك x اكبر من 0 greater than 0 point x negative 2 located in quadrant a quadrant 3. هل الكلام ده صح؟ انا بقى فاهمكم يعني ايه، يعني انا عندي براكت، انا شايف واحد جميل عسل هيجاوبني ماشي، بس هقول له اديني دقيقه اكتب السؤال هجاوبك وايه اطلع لك واروح لك. الله اكبر، عندنا عزيزه ايفون ممتاز، وعندنا عبد الملك ده من الطلبة الممتازين، روح يا عبد الملك الله يفتح عليك يا ابني ويبارك لك وإيه يكرمك في صحتك. طيب لما يكون دايما في حد شاطر تاني عايز يجاوب، طب أنا معايا دلوقتي 25 طالب في النوم، فولس على فور، يا سلام فاطمة بقى دي، يعني عارف بقى الإنسان بقى لما يديك إيه، يعني يديك الإيه، شغل المعلم لابنه بقى، يعني إيه بتقول لك الإجابة بمعلمة فولس، ويكون في كوادرنت 4. أقول إيه بس، أقول إيه، قسما بالله أسكى إخواتك ما شاء الله، ريناد ممتاز. لا والله ده احنا يعني، طب انتوا يا جماعه انتوا مش محتاجين حد يساعدكم، ده انتوا اللي محتاجين تساعدوني انا، تساعدوا العبد الفقير. طيب نشرحها بالراحه عشان الطلبه الطيبين. لما اكس اكبر من 0 فممكن نقول عندي رقم مثلا زي 5 نيجاتيف 2. هنا بقى هقول لكم القاعده الاساسيه، لما يكون الرقم انا اسف براكت عندي بوزيتيف كاما بوزيتيف، لما يكون الرقمين الاثنين بوزيتيف انا بكون في كواد 1، لما يكون الرقم الاولاني نيجاتيف والرقم الثاني بوزيتيف انا بكون في كواد 2، لما يكون الرقم الاولاني نيجاتيف ونيجاتيف انا بكون في كواد او كوادرنت او الربع الثالث، ولما اكون بوزيتيف كاما نيجاتيف بكون في الكواد الرابع، وبيتكتب كده في 1 او 1 في مش فارقه، يعني 1 في مش فارقه اوكي، اللي هو الفورث يعني. طيب واحد يقول لي يبقى في الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثاني، والربع الثالث، والربع الرابع اللي ممكن اكتبه بالطريقه الامريكاني في 1 او 1 في مش فارقه اوكي، بس هنكتبها 1 في عشان دي الطريقه اللاتن، ممكن ابقى اشرحها لكم ان شاء الله في يوم من الايام، ان الفيديو معناها 5 وال1 بشيل من 5 1 ب 4. طيب يبقى انا عندي الربع الاولاني بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. واحد يقول لي ايه الفتي اللي انت بتفتي؟ لا انا مش بفتي، ما هو معنى ان الاكس اكبر من 0 والرقم الثاني نيجاتيف، يبقى الاجابه دي معناها بوزيتيف نيجاتيف، يبقى هي موجوده في انهي كواد؟ بوزيتيف نيجاتيف في الكواد الرابع، يبقى الكواد الثالث 1 1 1 او اي 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 اي، يبقى ده الاجابه false، الاجابه خطا اوكي. طبعا في الربع الاول والثاني والثالث والرابع، وفي الربع الخالي، يعني الربع الخالي ده عندكم بقى في السعوديه اوكي، بس ده مش معانا في الماس. اللي بعده
هشوف مين الجميل اللي بيكتب لي. والله يعني حمامة قال لنا حاجة جميلة جدا، اللي انت ممكن ترسم. طبعا دي طريقة جامدة جدا. يبقى في الطريقة الأولى اللي أنا شرحها لعبد الله الفقير، بوزيتيف نيجاتيف، الطريقة الجامدة اللي قالها حمامة، وواضح اللي هو بيذاكر من ورانا. أنت بتذاكر من ورانا يا حمامة، ربنا يوفقك يا رب. يبقى فعلا النقطة اللي ممكن تكون أكبر من إكس هتكون مثلا هنا، ونيجاتيف 2 مثلا جاية من هنا، يبقى أنا موجود كبوينت موجود في الربع الرابع. واحد يسألني فين الربع الأولاني؟ أقول له أدي الأولاني. وفين الربع الثاني؟ أو فين الربع الثالث؟ طب فين الربع الرابع؟ أقول له أي في. طب فين الربع الخالي؟ ده عندكم في السعودية. الله أكبر. ومعانا كمان طريقة عرس، الله أكبر. إحنا معانا دكتور صح، دي الطريقة الثالثة، بس أنا الصراحة مش هشرحها لأني يعني من خبرتي في التدريس على مدار السنوات محدش بيفهم طريقة الكلوك وايز والأنتي كلوك وايز، اللي هي طريقة عقارب الساعة. فأنت لو عارفها يا عبد الملك يعني ربنا يبارك لك يا ابني في صحتك وعافيتك. يعني أنا مش هشرحها لهم عشان إحنا معانا ناس طيبين في الكلاس. خلاص؟ تمام، بعد إذنك يعني. نخش على سؤال تاني لو سمحتم. تمام؟ عندي هنا 6x باور 4 بلس 9x كيوب ماينس 12x سكويد اوفر 3x سكويد. أنا هعمل هنا إيه؟ كل اللي هعمله، أنا ما بحبش أكتب الإيكويجن على 1 denominator، فبعمل splitting method. الله أكبر، الله أكبر. روح يا حمامة، ربنا يبارك لك في صحتك ويكرمك بدماغك، أذكى واحد عندي في الفصل ما شاء الله. طبعا معايا ناس أذكى كتير. هعملها على ثلاث أجزاء، ما بحبش أعملها على مرة واحدة، الـ simplification بتاعت الـ A الـ quotients. فهعمل إيه؟ هكتب هنا 6x power 4 وهنا 9x power 3 واكتب هنا 12x power 2 واعمل هنا 3x power 2 3x power 2 3x power 2 تمام. واعمل هنا ايه؟ احط هنا الساين بتاعت الظريفة. هنا في بلس احط احلى بلس في الحياة، وهنا في ماينس احط احلى ماينس. تمام. طب يا جماعة الخير، هو انا هدفي ايه اللي احنا عمالين نشرح حاجات اونلاين؟ انا عايز اوصلك بعد ما نقعد نشرح كل المنهج ان شاء الله وكل الهومووركس كل الـ وكل التست، عايزك توصل تفهم تحل بنفسك. انا عايزك تعتمد على نفسك. الامريكاني يقول لك ايه؟ It's better to learn you how to fish instead of giving you a fish. الافضل ان اعلمك كيف تصطاد وما اديك السمكه. ما انا هديك السمكه هتقول لي بكره اديني سمكه ثانيه، بعده اديني سمكه ثالثه، بعده عايز سمكه رابعه. لا، انا اعلمك ازاي تاخد سنارتك تطلع على البحر تصطاد، ورزقك يا ابني ورزقي على الله. اوكي، الارزاق دي بتاعت ربنا، انا ما مشغلش بالي بيها خالص. اوكي، عندي هنا ان لحظه واحده. يا سلام يا سلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قل اعوذ برب الفلق. ممتاز طبعا طبعا ممتاز، بس مالكوش دعوه بالايه، بالناس الاقوياء اللي اتكلمت دلوقتي وكتبت لي الاجابه. هفهمكم انتم واحده واحده. اول حاجه اعمل على الاله 6 اوفر 3 يديني كام؟ يديني 2 يا دكتور. اقول لك يا سلام، برافو عليك. ونطرح الاسس. في حد كتب لي حاجه هنا؟ لحظه ماشي علينا. وهنا نطرح الاسس 4 و2 يبقى اكس 2، 4 ماينس 2. يعني اطرح الاسس واقسم الارقام، والبلس احتفظ بيها. اوكي، بعد كده 9 على 3 تديني 3، واطرح الاسس 3 ماينس 2 يعني 1. بس في الماس ما بنكتبش ال1، لا تكتب ال1، لا تكتب ال1. اوكي، بعد كده احط الماينس 12 على 3 تديني كام؟ تديني 4 بس خلاص. طب واكس سكويد واكس سكويد ادام قد بعض يختفوا تماما، يحصل اختفاء تماما، كانسل ايتش اذر، فتبقى الاجابه دي الاجابه دي. والسؤال ده انا بقول لكم جاي في المترم وهتشوفوا. اوكي، اللي بعده يا جماعه الخير والسعاده 13. سؤال مهم 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 مهم. شوف انا عمال اتخانق وعلي صوتي رغم ان انا قاعد لوحدي في مكتبي. اوكي لحظه معلش، بس المكتبه بتطلب مني حاجه ودول لازم ارد عليهم عشان لازم الكفيل ما يزعلش مني، ده اهم حاجه، القاعده الاولى.
القاعدة الذهبية. طب ما علينا، طبعا كله على راسي، ما حدش يفهمني غلط، ويحط المقاطع دي يقتطعها من السياق ويحطها على الانترنت، انا عارف يعني، بس انا واثق فيكم ان انتوا ناس محترمين يعني، واخد راحتي معاك. طيب ما حدش يعمل يقتطع الكلام من سياقه، الله يكرمكم. جي سي اف greatest common factor، greatest common factor. ايه هو greatest common factor؟ عندي راح حاطط لي قوس وقال لي يا ابن الحلال يا ابن الحلال اكتب الاثنين دول. اقول لكم يا سلام، ان شاء الله انا ابن حلال وربنا هيكرمنا سوا، هروح اعمل ايه؟ يلا 6x squared. افكر ال6 دي عباره عن كام في كام؟ 2 تايم 3، لاني سامع واحد شطور في اخر الفصل حافظ جدول الضرب، واللي كان مش شاطر قوي في المدرسه وما حفظش جدول الضرب اقول له الله يبارك فيك، حاول تراجع جدول الضرب، كان حظك عسر وما عندكش وقت يبقى نفهم الطرق مني ان شاء الله. يبقى هقول 3 تايم 3 لحظه واحده يا حبيبي خليك فوق، والواي كم واي يا جماعه الخير؟ كم واي يا جماعه الخير؟ 4 واي، عندي 4 واي. اسالك بالله، اسالك بالله، ايه اللي شايفه كومن ومشترك بين الاجابتين؟ الثلاثه موجوده هنا وموجوده هنا، هل في حاجه تانية مشتركه؟ هل في حاجه تانية مشتركه؟ يبقى الجي سي اف ايكوال 3، يبقى الاجابه الهبله اللي هو حاططها لي الراجل ده، سوري في الكلمه، عبيط. الاجابه هي 3، الاجابه هي 3، الاجابه هي 3. اشوف من جماعه الخير الطلبه الممتازين، فولس، غادة، ممتاز، لحظة لحظة، طلع انا مش رب الآلة، ممتاز يا حمامة، حمامة برافو عليك يا ابني، برافو عليك يا ابني، روح ربنا يكرمك. وغادة ممتاز، وغادة ممتاز، وحمامة ممتاز، ونسيتك يا عبد الملك، يا نهار اسوح، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ما اقدرش انساك، انساك يا سلام، انساك ده كلام. وفاطمة يا سلام، يا سلام يا فاطمة، لا ده فاطمه ما جاوبتش على دي، بس برضه قلت لك يا سلام، فمش مشكله، انا متاكد انت فاهمها. خلاص يبقى ده ممتاز، ممتاز. انا معايا almost 5 to 6 good students who are really concentrating on what we are saying، يعني معانا 5 6 طلبه ممتازين، انا فرحان بيهم والله. طب يلا بقى يا جماعه الخير، يا جماعه الخير نركز في السؤال ده، solution of set of equation. والسؤال ده كله بيتلخبط فيه ليه مش عارف. اوكي لحظه، معايا حد جميل، ايه كيف نطلعها بالاله؟ طيب ليه، كيف نطلعها بالآلة؟ كيف نطلعها بالآلة؟ وده سؤال جميل وهرد عليه بإجابة أجمل. هقول لك معلش خليني أشرح دي الأول وربنا يسهل. أوكي؟ هشرحها تاني بالتفصيل. طيب ركزوا معايا، دي أنا هستأذنكم نطلعها مانيوال، والسؤال اللي قبله مانيوال، معلش. يعني مش كل حاجة برضو الآلة، يعني إيه؟ يعني عايز أقول لك حاجة، يعني مش كل حاجة أفتح اليوتيوب، مش كل حاجة، لا لازم برضو الواحد يعني إيه يستخدم، يسموها إيه، المعركة المشتركة، يعني أشغل شوية دماغي، أشغل شوية كالكوليتر، شوية بالقلم، شوية بالجسنج، يعني كده يعني، يعني الحياة كده مش كلها مثلا، مش كلها سعادة، فيها نكد، يوم نكد ويوم سعادة كده يعني، كله يمشي نفسه. أوكي يبقى عندي x squared minus 4 والبراكت التاني x minus 4، ده للأسف حله بالكالكوليتر هيلخبطكم، فهحله مانوال. ادام عندي 2 براكتس، اكتب البراكت الاولاني مره لوحده يساوي صفر، والبراكت الثاني مره لوحده يساوي صفر. حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام يا دكتور. يبقى اكس باور 2 احط الفور الناحيه الثانيه، اقول لك يا سلام ما جيتش بجمل يا ابن الحلال، ونغير الاشاره، ونغير الاشاره، ونغير الاشاره ايكوال 4، وبعد كده x minus 4 أو دي الناحية التانية 4. يبقى إحنا نتفق اتفاق شديد، أنا عندي x الأولانية لازم إجابة 4، بس هنا وكل لبيب بالإشارة يفهمه، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، هنا حاطط لي كمين تريك يعني خدعة، بس على مين؟ على مين يا سيد العارفين؟ إيه الرقم اللي أعمله power 2 على الآلة يديني 4؟ لازم أعرف كده إن أنا أعمل حاجة اسمها سكوير روت، سكوير روت، جذر تربيعي، جذر تربيعي. ازاي اعمل الجذر التربيعي في الحاله دي؟ اطلع الاله العجيبه، اله العباقره، سكوير روت واعمل 4 واعمل ايكوال، تديني الاجابه 2، وهي دي الخدعه. لازم لما اعمل دايما جذر تربيعي بحط في دماغي، او على راي الامريكاني يقول لك ايه، put into your consideration،
لازم تحط في اعتبارك ان لازم الاجابه برضو تكون نيجاتيف. ليه؟ لان اي جذر تربيعي بيديني اجابتين، كده بقى عندي ثلاث اجابات، مره باربعه، مره باثنين، مره نيجاتيف اثنين، رغم ان الاله لم تظهر ليا الاجابه بنيجاتيف اثنين، بس لازم اكون حاططها في اعتباري. هي دي اللعبه اللي في السؤال، هي دي اللعبه اللي في السؤال. اوكي يا جماعه الخير، يبقى اربعه على جنب ونيجاتيف 2 و2 عن طريق الرول اللي لازم اكون فاهمه اصلا. اوكي، يبقى الاجابه دي اوكي. ممتاز، هستاذنكم نسرع شويه عشان معايا دقيقتين ثلاثه ولازم ابدا في محاضره اداره لمجموعه من حبايب الطلبه، وانا هكمل كل ده في فيديو منفصل ان شاء الله. هنخش على سؤال، معلش يعني ايه تحس هنا شويه يعني ايه هنتعوج مع السؤال، يعني انا دلوقتي ايه عوجت دماغي مع الشاشه. اوكي طيب، عندي 2x باور 5 و2x 3x باور 2 ويقول لي الديجري تان. انا بقى هسهلها عليك يا ابن الحلال. بص، تبص الاول فين الفاريبل باكبر اس؟ x باور 5، بس في براكت وفي 2، يعني في براكت و2، دي معناها ايه بالماس؟ ان الاكس باور 5 لسه واخده كمان باور 2، يعني واخده باور داخلي وباور خارجي، يعني ايه 5 و2، فلازم اضرب الاسس او اضربها 5 ملتبلاي 2 فتديني كام؟ تديني 10. يبقى فعلا درجه البولينوميال 10. مين الجميل اللي جاوب؟ ترو، ممتاز عبد الملك، ممتاز فاطمه، ممتازين 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 ممتازين، حلوه قوي قوي قوي. تمام، يلا اخر سؤال هشرحه، انا عارف هيبقى فاضل اربع اسئله مش مشكله، بس ان شاء الله هعملهم. هذا السؤال وهو سؤال من الاسئله الحقيره، اوكي، فهنعمله كده في عوض 2x minus 3 و 5x power 2 plus 6x. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها الفايل ميثود او الديستريبيوتيف بروبرتي ميثود. بضرب الاول في الاول، الاول في الثاني، الثاني في الاول، الثاني في الثاني. طب دي هنعملها ازاي يا دكتور؟ من عينيا هقول ايكوال تبقى عباره عن ايه؟ 2x مضروبه في 5x سكويرد، بعد كده هيبقى عندي بلس 2x، انا بحطهم في اقواس عشان بس ما تتلخبطوش، مش لازم تحطوا في اقواس يا جماعه. بعد كده بلس نيجاتيف 3 قوس براكت 5x، هي الصفحه مش هتكفي يعني هستاذنكم هكتب الاخرانيه تحت، ودي تبقى بلس ماينس 3، معلش دي كلها المفروض تبقى سطر واحد 6x، معلش زنقت مني. طب هبدا اي ابسط 2x في 5x سكويرد، اضرب الرقمين في بعض واجمع الاسس، يبقى 10x باور 3، وبعديها 2x و 6x تديني كام؟ 12x باور 2، بجمع الاسس وبضرب الارقام، وهنا نيجاتيف 3 في 5 بالاله نيجاتيف 15x باور 2، بعد كده نيجاتيف 3 في 6 يبقى نيجاتيف 18 وما انساش الاكس. هنا بس المشكله اللي هتواجهني، لازم اقعد اللايك تيرم، لما اجي اقعد اللايك تيرم هعمل على الاله 12 ماينس 15، فبس دي اللي هتختلف في الاجابه النهائيه، 10x كيوب مكانها و 12 ماينس 5 تديني 3، يبقى هي الاجابه الاولى 10x كيوب اهي 12 ماينس 15 بماينس 3 ونيجاتيف 18 زي ما هي، يبقى الاجابه الاولى. وده سؤال مهم جدا 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 جدا. هشوف مين سألني. الله اكبر عليك، ممتاز. مين الاول؟ فاطمه، فاطمه وعبد الملك وصوفيا. الله يبارك فيك يا صوفيا ويكرمك ويسعدك يا رب، وتنولين كل امانيكي انت وكل اللي في الجروب واللي مش في الجروب واللي على الواتس واللي حتى مش على الواتس وللمسلمين اجمعين. تمام، السؤالين الجايين هما مش صعبين، خلاص انا دول هكمل شرحهم، بس انا عندي بس طلبه الاداره عمالين يكتبوا لي يلا يا دكتور، فانا هستاذنكم اشرب كوبايه ميه واكمل درس الاداره، وهو الزوم اصلا بيقول يلا اتكل على الله روح شوف اكل عيشك، فهنوقف على هنا وهستاذنكم يوم الاثنين نقعد قعده حلوه، مش ساعه بقى، هقعد معاكم ساعتين عشان انتوا حبايبي واولادي، قعده حلوه ان شاء الله يوم الاثنين قبل الامتحان، اكمل حل النماذج واكمل الشرح ان شاء الله. انا تقريبا شرحت الحاجات المهمه كلها يعني، بس طبعا انا لازم ايه التكرار يعلم الايه الشطار مش الحاجه تانية. الله يبارك فيك ويعزك يا رب، يوم الاثنين هقعد معاكم قعده حلوه ان شاء الله، لان انا عارف يوم الاحد عندكم امتحان
ويوم الاثنين نقعد مع بعض. ربنا يبارك فيكم كلكم ويعزكم واشوفكم احسن الناس يا رب. اشوفكم في امان الله واشوفكم على خير، واسف ازعجتكم وطولت عليكم. يوم الاثنين لنا قاعده حلوه على مزاج كده ساعتين ثلاثه، وتدعوا لي كل ما يقفل في وش الزوم هفتحه تاني. يلا السلام عليكم، ربنا يحفظكم يا رب. انا برضو عايز انبهكم لحاجه، في ناس كتير بتسالني اسئله على الخاص وعلى الزوم، هستاذنكم ان انا ما بجاوبش عليها لسبب. الحاجات اللي انا هعملها في الهوم ورك والتستات هحطها كده كده، والحاجات بتاعت الميد تيرم انا هعملها معاكم، فانا عايزكم خليكم بس نركز في الميد تيرم دلوقتي ويحلها الحلال في الاسئله، مفيش اي مشكله ان شاء الله. اصلا اللي هشوف فيديوهاتي في الهوم وركس والتست مش هيحتاج اي حاجه اصلا. يلا السلام عليكم وربنا يكرمكم.